أنا تجوزت كان عمري 16 سنة. هو جوزي رفيق خيي وحبني وحبيته، ورحت لعنده على البيت وهو كان يشتغل بجريدة الحياة. صار عندي أنا أولاد الحمد لله، ست شباب الله يخليهم. كان آدم كتير، وكان عندهم هن عائلة 5 شباب و4 بنات وأمه وبيه، كان كتير يحنون عليهم. كان يشتغل بجريدة الحياة، بس قبل كان هو عامل خياط، والحمد لله صار يحبوه كلهم بالجريدة وعطوها هولندا تخصص على تصليح المكانات. بس ثائبت خربت بيروت، طلعنا على الضيعة، صار يشتغل بالفرن مع خيه، طلع صار يساعد خيه مشان لحتى ما انسكرت الجريدة وقتها. بعدين في صديق له بالسعودية طلبوا أخذوا معه على السعودية، قعد 6 أشهر فترة قصيرة، 6 أشهر إجا على لبنان، والحمد لله كنا مبسوطين ومرتاحين نحن وياه. وهو كان الرجال اللي كان حنون على أولاده ولاد أولاده علي، بس ثابت الله دخيل اسمه بعدت المرض. بس هو كان يحب بلده ووطنه كتير، يعني يضل يذكر وطنه وعمر بالضيعة، لأنه قد ما بيحب الضيعة ضيعته كل أهل الضيعة بتحبه. ونحن كنا ننزل كل سنة، نبقى ننزل بالصيف نقعد بالضيعة. الله يرحمه، اجي هذاك المرض الله يرحمه، وسخن وتوفي.